طيب انا عايزه اروح لمحور تاني، هو القبض على القيادي الارهابي محمود عزت. استاذ عبد الحليم، شفت ازاي سقوط محمود عزت القائم باعمال المرشد العام لجماعه الاخوان الارهابيه في قبضه الامن؟ يعني طبعا محمود عزت هو اخطر رجل في جماعه الاخوان، هذا الرجل الصامت يعني مستر اكس. اعتقد انه بعد اختفائه لمده 7 سنوات، انا لا اريد ان اعلق على هذه 7 سنوات كيف اختفى كل هذه المده دون ان نجده، لكن او ربما وجدوه يعني على اي حال هذا امر يتعلق بطريقه عمل اجهزه الامن. لكن طبعا القبض عليه او اعتقاله هو قبض او اعتقال لاهم شخص في جماعه الاخوان. السيد محمود عزت من المعروف ان صدر ضده حكمان غيابيان بالاعدام وحكم ثالث بالسجن المؤبد. طبعا يفترض طبقا للقانون ان تعاد هذه المحاكمات. السيد محمود عزت ايضا هو ابن لجماعه القطبيين او ما يعرف بتيار القطبيين في تاريخ الاخوان. السيد محمود عزت قبض عليه في مؤامره 1965 التي كان يقودها سيد قطب. وعلينا بمناسبه تذكر القطبيين وذكرى اعدام سيد قطب التي تحل اليوم، علينا ان نتذكر انه تجربه، طبعا نحن لا نتصور انه يمكن اعاده التاريخ، لا الماضي لا يعود، لكن تبقى عظاته ودروسه صالحه للبناء عليها في الحاضر وفي المستقبل. جمال عبد الناصر حين واجه الاخوان واجههم لمرتين، مرة في عام 1954 كجماعة شعبية واسعة الانتشار تضم 500,000 عضو في بلد كان عدد سكانه نحو 20 مليونا، وحين واجههم في 65 واجههم كعصابة معدلولة تدبر عمليات إما لاغتياله أو إما لتدمير أو تفجير القناطر الخيرية وغيره. المغزى ببساطة أن تجربة عبد الناصر بين التاريخين 1954 و65 سحبت البساط الشعبي من تحت أقدام الإخوان بتطورات هائلة جدا اجتماعية واقتصادية وسياسية جعلتهم في بيئة معزولة. هذا هو الدرس الذي أريد أن أنبه إليه، أنه ليس بالأمن وحده، المواجهة الأمنية مطلوبة هذا صحيح، لكن المواجهة الاجتماعية والاقتصادية طبعا والسياسية أو بوضوح أكثر، الفكرة لا تهزمها غير الفكرة. صحيح.